الشق الصيانة والتصليح، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا مولد جهد يعطي 24 فولت، اشتريته من الخردة ولم يكن يعمل. عندما فتحته وجدت أن فيوز الحماية هو الذي انفجر. سعته هي 3.15 أمبير. هذا هو مكان الفيوز. هاتين النقطتين. بما أن العطب كان واضح ولكي أتأكد بأن مولد الجهد سوف يعمل، قمت بربط مكان الفيوز مباشرة فوقعت دارة قصيرة. هذا اللون الأسود الذي ترونه هنا هو آثار شرارة الدارة القصيرة. لم أفهم شيئا، لأنني عندما استعملت الملتيمتر للبحث عن الدارة القصيرة لم أجدها. لذلك ربطت مصباحا مكان الفيوز لكي أفهم ماذا يحدث. وعندما ربطته بالتيار العمومي اشتغل المصباح. من المفروض أن لا يشتغل المصباح، أو على الأقل أن يشتغل 15% أو 10%. هذا يعني أن هناك دارة قصيرة بالجوار. أزلت المكتف لفحصه فكان جيدا. أزلت الملف كذلك كان جيدا. مدخل القنطرة جيد. ليس هناك أي دارة قصيرة. كدت أفقد عقلي لأنني متأكد أن هناك دارة قصيرة في مكان ما ولم أستطع العثور عليها، إلى أن قمت بالعملية التالية، وهي فحص مدخل قنطرة التوحيد بالجهد العالي. والمفاجأة هي أن مدخل القنطرة مغلق. عادة مدخل قناطر التوحيد لا تكون مغلقة بل مفتوحة. هذا مثال، لا يحدث شيء. مثال آخر، قمت بإزالة قنطرة التوحيد وعندما فحصتها وجدت أن المدخلين أصبحا مفتوحين. إذن هذه القطعة جيدة. المشكل يكمن في المخرجين. المخرجين هما اللذان كانا مغلقين. عندما بحثت وجدت أن هذا الدايود هو الذي كان معطلا. هاو أصبح يمر التيار كالسلك. لنفحصه. إذا قلبته نفس الشيء، فقد خاصية الدايود. وعندما أزلته ظل المشكل قائما. حتى هذا المكتف الكبير كان طرفاه مغلقين. استمريت في البحث إلى أن وجدت أن الأطراف الثلاثة لهذا الترانزستور، كان هنا ترانزستور، الأطراف الثلاثة كانت كلها متصلة. ها هو الترانزستور، اسمه K3569. أطراف هذا الترانزستور كلها متصلة. سوف أفحصه أمامكم. الأطراف كلها متصلة فيما بينها. قمت بالبحث عن مثل هذا الترانزستور فوجدته بصعوبة. ها هو. عندما أفحصه بهذا الجهاز ها هو أعطاني أنه ترانزستور الموسفيت. إذا جربت
إذا جربت المعطل لنرى ماذا سيعطي. أعطى self test mode، هذا يعني أن الأطراف الثلاثة كلها متصلة فيما بينها. السؤال الذي يتبادر إلى ذهني الآن هو كالتالي: إذا أعدت هذا الترانزستور مكانه، هل سوف يتلفك الترانزستور الآخر؟ أليس هناك قطعة أخرى تالفة سوف تتسبب في تلافي هذا الترانزستور؟ على أي حال، سوف أقوم بالتجربة وأخذ الاحتياطات اللازمة. الآن كل شيء جاهز للتجربة. القطعة التي كانت هنا وضعتها في بريدبورد، بالنسبة للمصفات المعطل ها هو، وضعت مكانه واحد آخر جيد. بالنسبة للدايود التي أصبحت سلك ها هي، وضعت مكانها واحدة أخرى ذات كفاءة عالية. بالنسبة للفيوز وضعت مصباح وكأنه فيوز 164 ملي أمبير. هنا مدخل 220 تيار متناوب، وهنا مخرج تيار مستمر 300 فولت. والآن على بركة الله لنرى ماذا سيحدث. جيد، هذا رائع. بما أن الدايود اشتعلت لنتأكد بأنه يعطينا 24 فولت. رائع، أعطانا 24 فولت. إذن العملية تمت بنجاح. سأقوم بلحم هذه القطعة مكانها وأقوم بآخر التجربة لأرى هل كل شيء على ما يرام. ها هي القطعة، أعدتها إلى مكانها. بالنسبة للفيوز استعملت واحدا سعته 2.5 أمبير، لم أجد 3.15، ولكن هذا سوف يفي بالغرض. كان من المفروض أن أغلفه ببلاستيك منكمش لكن لا أملكه. الدايود المستبدلة ها هي، لم يبقى لي إلا الترانزستور، ها هو. قمت بزيادة طول أرجله لكي تتطابق مداخل البرغي مع بعضها البعض. ها هي نقط التلحيم. استعنت بأداة عجيبة لا يستعملها إلا أطباء الأسنان ولتنفيذ هذه النقط. سأريكم الطريقة، وهي كالتالي: نأخذ السلك الذي تريد لحمه، وتأخذ الرجل، ثم تقوم بتثبيت الرجل هكذا. هاي الآن الرجل مكان التلحيم ثابت وواضح. لم يبقى إلا أن تضع نقطة لحام هنا، وها هو العمل تم بسهولة. بعد الشحم الحراري ثم أعيد قطعتها إلى مكانها. ثبت البرغي. الترانزستور ثابت في مكانه. القليل من شحم التلحيم. ثم عملية اللحام. وها هي النتيجة.
ثلاث نقاط تلحين. مولد الجهد هذا يعطي تيار شدته تصل إلى 3.75 أمبير. سوف أستخدم هذا الحمل الوهمي لكي أسحب منه 3.5 أمبير. طبعا هذه التجربة قمت بها قبل أن أعيد العناصر الإلكترونية إلى مكانها، ولكن سوف أعيد هذه التجربة أمامكم للمزيد من الوضوح. إذن سأبدأ. سأبدأ بثلاثة أمبير بسم الله. ها هو الآن يسحب 3 أمبير. سوف أزيد إلى 3.5 أمبير. سوف أتركه يشتغل لمدة 10 دقائق ثم أكمل الفيديو. بعد مرور 10 دقائق من عملية سحب 3.5 أمبير يبدو أن كل شيء على ما يرام. الحرارة مقبولة. إذن عملية إصلاح مصدر جهد 24 فولت تمت بنجاح. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، ونلتقي في فيديو آخر.